طبعا هذه الكابتر نتاع الموتور 1.6 اللي هي في 308، هذا يسموه الكابتر نتاع البي اتش ام اللي هو نتاع، فما نوع موجود في البلبركان في الكرانك، فما نوع موجود من تالي يخدم على البلاكه هذه. طبعا وقت تنحي الفولون موتور تلقاها هذه البلاكه هذه تلقاها، طبعا لان الموتور هذا كان اوتوماتيك، طبعا نحينا من الباجاج نتاعو اوتوماتيك وتمشي ركبوا له العادي. هذوما زاد زوج بوشونات في البلوك من جهه الماء هذوما.